مساء الخير مشاهدينا متابعي شاشة النهار الرياضة في مصر في كل مكان، أهلا بحضراتكم معانا ولقائنا اليومي المعتاد مع كل ما هو جديد ومميز من أخبار محلية عربية إفريقية وأيضا أخبارنا العالمية. تعالوا مع بعض نشوف ونتابع أهم وأبرز عناوين الأخبار. الأهلي يتصدر تصنيف كاف للأندية والزمالك في المركز العاشر. الجبلاية تخطر شوقي غريب بإقالته رسميا. كولومبيا تصطدم بالبرازيل وأوروغواي تواجه الأرجنتين في كوبا أمريكا 2015. وأخيرا بشكتاش التركي يقترب من التعاقد مع محمد صلاح. هروح مع حضراتكم على طول لأهم أخبارنا النهاردة من جولتنا المحلية، وهنروح لأخبار النادي الأهلي. قلعة الشياطين الحمر اللي بتستعد بقوة جدا لنهائي كأس الكونفدرالية، الهام جدا الحقيقة للنادي الأهلي ولكل الشعب المصري لأنه أو الجمهور الكرة في مصر، لأنه النادي الأهلي لو حصل على هذه البطولة هيبقى أول نادي مصري يحصل على كأس الكونفدرالية. كل التوفيق للنادي الأهلي في الفترة القادمة. ولكن في تصنيف يمكن صدر عن كاف عن الاتحاد الإفريقي للأندية، وحضراتكم عارفين طبعا أنه دائما بيصدر من الاتحاد الإفريقي تصنيف للفرق المصرية، خاصة الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا زي النادي الأهلي ونادي الزمالك، أيضا الإسماعيلي وإنبي في الفترات السابقة. إن شاء الله السنة دي هيبقى عندنا سموحة يشارك في دوري أبطال أفريقيا، وكل تمنياتنا بالتوفيق. ولكن النادي الاهلي في اخر بطولتين يمكن حصل عليهم النادي الاهلي مع كابتن حسام البدري 2012 2013 2013 2014، كان كابتن محمد يوسف وحصل على اخر بطوله للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، وللاسف الشديد خرج النادي الاهلي من دوري ابطال افريقيا في الموسم الماضي. ولكن الحقيقه النادي الاهلي طبعا من افضل الانديه والاكثر تتويجا في افريقيا بدوري ابطال افريقيا، وبالتالي يمكن الكاف دائما التصنيف بيبقى عن اخر اربع سنوات في دوري ابطال افريقيا، وبالتالي النادي الاهلي كان متصدر هذا التصنيف، ويتصدر بالفعل الاهلي تصنيف كاف للانديه والزمالك في المركز العاشر. تصدر النادي الاهلي تصنيف الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف للانديه برصيد 1998 نقطه في الوقت الذي حل فيه نادي الزمالك في المركز العاشر برصيد 767 نقطه. ويستعد النادي الاهلي لمواجهه سيو سبورت الايفواري في بطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه، بينما ودع نادي الزمالك منافسات النسخه الاخيره من مسابقه دوري ابطال افريقيا من دور المجموعات. وجاء الترجي التونسي في المركز الثاني متفوقا على مازيمبي الكونغولي صاحب المركز الثالث والهلال السوداني صاحب المركز الرابع، بينما جاء النجم الساحلي التونسي في المركز الخامس. زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي بيستعد بقوه جدا للمباراه الهامه ان شاء الله يوم 29 من هذا الشهر امام سيو سبورت في كوت ديفوار، والنادي الاهلي ان شاء الله هيسافر يوم الخميس القادم، المباراه ان شاء الله يوم السبت. النادي الاهلي هيسافر ان شاء الله الخميس هيصل الى غانا ومنها الى كوت ديفوار. يمكن ظروف النادي الاهلي بالتاكيد صعبه جدا جدا في افريقيا، حضراتكم عارفين لاعبين كتير رحلوا عن قائمه النادي الاهلي الافريقيه وفي لاعبين مصابين، وبالتالي يمكن النادي الاهلي هيسافر ب 15 لاعب فقط منهم حارسين، يمكن 11 لاعب اللي هيلعبوا فقط، 3 لاعبين فقط للتغيير وحارس مرمى معاهم، يعني 4 لاعبين فقط في على دكه البدلاء، بالتالي ظروف صعبه جدا بتواجه النادي الاهلي. حضرتك عارفين مش كل اللاعبين اللي بيشاركوا في الدوري المصري في تشكيل النادي الاهلي مشاركين مع النادي الاهلي في بطوله افريقيا، وبالتالي ظروف صعبه بتواجه النادي الاهلي، اصابه عمرو جمال، اصابه شريف اكرامي، ابتعاد جده عبد الله السعيد في احتماليه لمشاركته في الفترات القادمه، ايضا محمد فاروق كان في اصابه في الكحل ولكن الحمد لله استعاد عافيته واحتمال بشكل كبير يشارك في هذه المباراه. وليد سليمان ان شاء الله هيشارك في هذه المباراه، حضراتكم عارفين انه موقوف محليا فقط وليس افريقيا، وبالتالي ظروف صعبه، ولكن النادي الاهلي عودنا دايما وعودتنا لعيبه لاعبي النادي الاهلي على
الظروف الصعبه، انه بيواجهوا ظروف صعبه دائما وبيبقوا على قدر المسؤوليه. كل تمنياتنا بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. الاستاذ محمود طاهر المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي هيرافق البعثه على نفقاته الخاصه، بالتاكيد هيبقى في دعم معنوي للاعبي النادي الاهلي. يمكن ظروف النادي الاهلي الفتره اللي جايه وكلام كتير الفتره دي عن التعاقدات مع اللاعبين في يناير القادم او بعد نهايه الموسم، وظهر اكتر من اسم، وزي ما قلت لحضراتكم اصرار مستر جريدو مدير الفني النادي الاهلي على التعاقد مع مهاجم افريقي في الفتره القادمه زاد اصراره بعد اصابه عمرو جمال، وبالتالي في اسماء كثيره مطروحه في هذه الفتره للتعاقد مع النادي الاهلي في الفتره القادمه، زي محمد سالم اللي ظهر بمستوى جيد جدا، لاعب نادي المقاولون، مهاجم نادي المقاولون اللي انضم للمنتخب المصري في المباراتين اللي فاتوا، ايضا محمد العزب مهاجم نادي النصر اللي ظهر ايضا بمستوى مميز جدا مع نادي النصر في مباراه الاهلي، مؤمن زكريا، الحقيقه اسماء كتير، ومنهم طبعا اشاده جريدو بجون انتوي مهاجم النادي الاسماعيلي. وجون انتوي الحقيقه مهاجم مميز جدا وتالقه مش في هذا الموسم فقط، يمكن هو احرز 8 اهداف ينافس عرف السيد على صداره الهدافين ب 8 اهداف وعرف السيد 9 اهداف، ولكن جون انتوي الحقيقه من وقت ما لعب في الدوري المصري هو متالق بشكل رائع جدا جدا، بيظهر دائما بمستوى رائع، هداف من طراز فريد، وبالتالي بيحاول النادي الاهلي من خلال الحقيقه الكلام او الحديث مع اداره الاسماعيلي في الفتره اللي جايه على التعاقد مع جون انتوي، وهل النادي الاسماعيلي هيوافق على ده او لا، ولكن مصادرنا بتقول ان جون انتوي تحت المنظار في النادي الاهلي في الفتره القادمه. ايضا في ايزيكال اندواسل لاعب الافريقي التونسي المعار الى باريس في سي الفرنسي، وهو لاعب في الاساس لاعب الافريقي التونسي، ايضا يعني تحت منظار مستر جاريدو في الفتره القادمه. التعاقد مع مهاجم افريقي في الفتره القادمه بالتاكيد هو الشغل الشاغل للنادي الاهلي في الفتره القادمه، وجاريدو يطلب او يطالب النادي الاهلي بالتعاقد مع جون انتوي. طلب الاسباني جريدو والمدير الفني للاهلي من مسؤولو القلعه الحمراء التعاقد مع نيجيري جون انتوي خلال فتره الانتقالات الشتويه المقبله او مع نهايه الموسم الجاري على اقصى تقدير، واكد المدرب الاسباني ان انتوي يتميز بكل مواصفات المهاجم السوبر الذي يحتاجه الاهلي خلال الفتره الحاليه، وتحديدا بعد اصابه عمرو جمال مهاجم الفريق بقطع في الرباط الصليبي مؤخرا. وتحدث جريدو مع افراد الجهاز المعاون له مؤخرا بشان امكانيه التعاقد مع مهاجم الاسماعيلي، وفتح بعض مسؤولي الدراويش خط مفاوضات مع اللاعب ووكيل اعماله لبحث امكانيه التعاقد معه في يناير او مع نهايه الموسم الجاري. هنسيب النادي الاهلي ونروح لنادي الزمالك العرين الابيض والمتصدر للدوري المصري في هذه المرحله ب 18 نقطه، والحقيقه يمكن قلنا ان نادي الزمالك استفاد بشكل كبير جدا جدا من فتره التوقف السابقه اللي كان فيها منتخبنا المصري بيخوض اخر لقاءين في التصفيات المؤهله لامم افريقيا، وبالتالي كان في معسكر في الجونه لنادي الزمالك واستفاد بشكل كبير جدا، خاض مباراتين وديتين مع الجونه 2-2 ومع راس غارب، وفاز نادي الزمالك 4-0 وتالق بعض اللاعبين اللي ما بيشاركوش بشكل اساسي وبصفه اساسيه في المباريات في الفتره اللي فاتت في الدوري المصري، منهم بالتاكيد احمد علي، منهم اسلام جمال، احمد ويدار، صالح موسى، والحقيقه كان في ثناء بشكل كبير جدا على ادائهم من باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، وبالتالي اشرك حتى احمد علي في المباراه السابقه لنادي الزمالك وقدر يحرز هدف لنادي الزمالك في مباراه الرجاء اللي فاز فيها نادي الزمالك 3-1، وبالتالي استفاد نادي الزمالك بشكل كبير من هذا التوقف. في كلام الفتره دي عن رحيل بعض اللاعبين عن نادي الزمالك زي مصطفى فتحي، انا شايف ان مصطفى فتحي من افضل لاعبي نادي الزمالك، وشايف ان قدامه مستقبل رائع جدا الحقيقه مع نادي الزمالك الفتره اللي جايه، او يمكن مصطفى فتحي من اللاعبين الصغيرين الموهوبين وعندهم موهبه الحقيقه مميزه جدا، كمان صانع العاب بيقدر يحرز اهداف، وبالتالي الحقيقه انا شايف انه ينتظر في نادي الزمالك، وان لم يكن في فرصه فبالتالي من المفترض انه يرحل كاعاره علشان يقدر مستواه يبقى في زياده، لانه الجلوس احتياطي ما بياخدش فرصه بشكل كبير، فان الزمالك هتبقى مشكله بالنسبه له في مستواه هيقل بشكل كبير. كل تمنيات لمصطفى فتحي الفتره اللي جايه بالتوفيق. احمد عيد عبد
الملك واحد من نجوم الفريق في الفتره اللي فاتت، وفي عرض كان مقدم ليه من المريخ السوداني. وعايز اقول لحضراتكم المريخ السوداني في الفتره دي بعد تالق معظم لاعبي مصر اللي لعبوا في الدوري السوداني زي عصام الحضري مع المريخ السوداني، ايمن سعيد لاعب انبي السابق متالق في هذه الفتره ايضا مع المريخ السوداني، كابتن حسام بدري بالتاكيد لما تولى القياده الفنيه هناك المريخ السوداني تالق بشكل كبير مع الفريق، وبالتالي اعين الكشافين السودانيين على لاعبي مصر بالتاكيد بتابعين الدوري المصري متابعين اللاعبين المتميزين. لكن في كلام مع احمد حسن مكي، احمد صبري لاعب حرس حدود، في كلام ايضا مع احمد عيد عبد الملك اللي بيتمسك بالزمالك ويرفض المريخ السوداني. اعلن احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك رفضه الرحيل عن صفوف الفريق خلال فتره الانتقالات الشتويه القادمه في شهر يناير المقبل. وقال عبد الملك: تلقيت عرضا للانتقال لصفوف نادي المريخ السوداني خلال فتره الانتقالات الشتويه القادمه، ولكنني رفضت العرض بسبب تمسك البرتغالي باتشيكو باستمراري في صفوف الزمالك. تصدر نادي الزمالك لصدارة الدوري في المرحلة التاسعة أو الأسبوع التاسع قبل بداية الأسبوع العاشر إن شاء الله يوم السبت، بالتأكيد في ارتياحية بشكل كبير جدا جدا داخل نادي الزمالك من مجلس إدارة نادي الزمالك من لاعبي الفريق من الجهاز الفني نادي الزمالك اللي بيقود الحقيقة نادي الزمالك حقيقة بتميز كبير جدا جدا. قدر باتشيكو مع كابتن محمد صلاح اللي قلت لحضراتكم إن هيبقى فيه كيمياء رغم إن كان فيه كلام كتير جدا الفترة اللي فاتت عن مشاكل بين باتشيكو وبين كابتن محمد صلاح، ولكن الحقيقة كل دي إشاعات لأنه الحقيقة في انسجام بشكل كبير بين باتشيكو المدير الفني وبين المدرب العام نادي الزمالك كابتن محمد صلاح، وده الحقيقة ظهر بشكل كبير على أداء نادي الزمالك في الفترة اللي فاتت وبالتالي على نتائج نادي الزمالك اللي تصدر الدوري في أسبوعه التاسع ب 18 نقطة منفردا بالصدارة في مباراة نادي الزمالك أمام النادي المصري يوم السبت القادم إن شاء الله. وكان في تعارض في الميعاد او المواعيد بين مباراه نادي الزمالك مع المصري في الدوري المصري وبين مباراه النادي الاهلي وسيو سبورت اللي تقام في كوت ديفوار، ايضا كان استقام الساعه 5، نادي الزمالك كان يقام الساعه 6، وبالتالي يمكن كان في اقتراح من اتحاد الكره انه يبقى في تاخير لمباراه الزمالك ساعه او ساعه ونص علشان الناس تقدر تستمتع بمباراه النادي الاهلي في الكونفدراليه وايضا الجماهير تستمتع بمباراه نادي الزمالك في الدوري المصري امام المصري. هتبقى مباراه مميزه جدا لصداره الدوري المصري، وبالتالي بالفعل بعد مخاطبه نادي الزمالك من قبل الجبلية تخطر الجبلية بتخطر شوقي الجبلية قررت ان نادي الزمالك يكون في تاخير لهذه المباراه مع نادي الزمالك في 7:30 ان شاء الله هتقام هذه المباراه. هروح مع حضراتكم لخبر الجبلية مع كابتن شوقي غريب، وكلام كتير جدا الفتره دي عن كابتن شوقي غريب وعن رحيله بعد الحقيقه فشله في او فشل الجهاز الفني في الوصول لامم افريقيا 2015 تقام في غينيا الاستوائيه. في ان شاء الله غدا في لقاء او اجتماع رسمي لمجلس اتحاد الكره هيقروا فيه بشكل كبير جدا خارطة الطريق للفترة اللي جاية. في كلام كمان عن كابتن فاروق جعفر المدير الفني للاتحاد على مشكلة بتواجه كابتن فاروق هو ظهوره إعلاميا وأيضا وظيفته داخل اتحاد الكرة هو مدير فني اتحاد الكرة، هل كابتن فاروق هيفضل إذا كان يبقى في اتحاد الكرة كمدير فني اتحاد الكرة أو هيفضل الإعلام، أيضا دي مشكلة داخل اتحاد الكرة في هذه الفترة. ولكن أنا عايز أقول أنه خلاص في اختار لكابتن شوقي غريب أنه يرحل أو خلاص يعني بما أنه كان في اتفاق بين كابتن شوقي غريب وبين اتحاد الكرة على الوصول لأمم أفريقيا وما تحققش هذا الهدف، بالتالي إقالة كابتن شوقي غريب وجهازه الفني من الإدارة الفنية لمنتخب مصر الفترة اللي جاية. عندنا لسه سنة ونص أو سنة وثلاث شهور على الأقل مفيش أي ارتباطات لمنتخب مصر الفترة اللي جاية، نرجو أن يبقى في تنظيم وترتيب للأوراق من قبل اتحاد الكرة عشان نقدر الفترة اللي جاية إن شاء الله نصل إلى خارطة للطريق على مدار 3-4 مواسم. لو فاكرين حضراتكم كنا عملنا مداخلة للكابتن أحمد حسن هنا من فترة طويلة وقال إنه بنحاول إننا نتصل ببعض الفرق أو المنتخبات عشان نقدر نعمل مباريات ودية مع بعض الفرق أو المنتخبات. في منتخبات كتيرة جدا رفضت لارتباطاتها لمدة موسم واثنين وثلاثة جايين، في خارطة للطريق لكل المنتخبات اللي بتحاول إنها تنجح الفترة اللي جاية، وده اللي بنأمله من اتحاد الكرة يبقى في تنظيم داخل اتحاد الكرة يبقى في ترتيب للأوراق يبقى في حد مسؤول عن خارطة الطريق ونلتزم بيها كلنا داخل اتحاد الكرة بغض النظر عن المدير الفني القادم اللي لسه قدامنا وقت طويل جدا عشان
ان نقدر نختاره او نختاره لانه مفيش ارتباطات لمنتخب مصر. عموما الجبلايه تخطر شوقي غريب باقالته رسميا. ارسل اتحاد الكره خطابا رسميا الى شوقي غريب باقالته رسميا من تدريب المنتخب الاول بعد الخروج من التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2015 المقرر اقامتها بغينيا. واكد حماده المصري عضو مجلس اداره اتحاد الكره بانه تم ارسال خطاب رسمي الى كابتن شوقي غريب باخطاره بالاقاله رسميا. كما ينص عقده مع الاتحاد تابع المصري انه سيتم تحديد موعد التعاقد مع المدير الفني خلال اجتماع مجلس الاداره المقرر له الاربعاء المقبل.